مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم لقاء متجدد على الهواء مباشره وحوار اليوم. في كل بيت مصري الحقيقه عنده تساؤلات، مش هقول اشكاليه، لان في ثقافه التغيير بيبقى فيه مناهضات كثيره جدا، ودايما واحنا بنغير فبنحسن فبنجود ايا ما يكون التعليم وما يحدث فيه الان، لن يكون ابدا أسوأ مما كنا عليه في النظام التلقيني الممل اللي ما فيهوش تكافؤ للفرص. في انا بعرف املى ابني قد ايه وبعدين يحطهم على الورقه وبعد كده نكمل. طبعا ناس كتير زعلانه مما حدث في ثانيه ثانوي وسنه رابعه، وقصص كتيره جدا جدا جدا. وبيسعدنا ان يكون معنا على الهواء دكتوره نجلاء خليل، مديره عام التعليم العام بالاسكندريه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه وحضرتك. تساؤلات كتير قد كده تحت امر، هنسال كثيرا. ولكن مشاهدينا الحاصلات الزراعيه ولقاء سياده الرئيس حالا، ونرجع على الهواء مباشره. تابعونا نحن معكم ورد على كل استفساراتكم الخاصه بالتعليم. مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره، واحده واحده نفهم ايه اللي حصل في ثانيه ثانوي، وندي امل ازاي، ونقول للولاد ازاي يا ولاد حتى لو اخذوا 100% في هذه الماده ما حدش هياخد برضه جهدكم. دكتور كل سنه وانت طيبه، وسنه ان شاء الله تكون كل ولادنا فيها ياخدوا حقهم قبل كل شيء، يعني يعمل جهد ياخد حقه تماما يعني. فقولي لي استقبلتوا ازاي شكاوى الاهالي في هذه المساله؟ هي طبعا بدايه الشكاوي بتاعت الاهالي كانت في الاول خالص ان السيستم يوم الخميس اللي هو بدايه امتحان الثانيه ثانوي ان هو ما فتحش المنصه، ما فتحتش للولاد زي ما حصل في يوم الاربعاء في اولى ثانوي. يوم الاربعاء كان كل الولاد تمكن 100% في الدخول على منصه الامتحان، وما كانش فيه اي شكاوي منها تماما، فكان الوضع مستقر. فيوم الخميس حصلت مشكله ان كل الاولاد ما قدروش ان هم يخشوا على المنصه. طبعا ده سبب كلهم ولا بعض منهم؟ لا، في بدايه الامتحان كل الكل. هو احنا كمان امتحان اولى ثانوي وثانيه ثانوي مش الكتروني بس، احنا عندنا الامتحان في 30% مقالي و70% الكتروني، يعني كل الولاد سواء تمكنوا ولا ما تمكنوش هم في البدايه امتحنوا 30% مقالي من الماده نفسها، بعديها بياخدوا ربع ساعه بريك، وبعد كده بيبدا الامتحان الالكتروني. على المستوى العام الولاد ما قدروش يتمكنوا ان هم يخشوا، كان في مشكله ما في المنصه بس من قبل الوزاره. طبعا حصل في الاول ان الولاد بداوا ان هم يعني يقلقوا، طمناهم بالتواصل طبعا مع غرفة عمليات الوزارة ان دي مشكلة عامة وما يقلقوش وكده كده يعني يخلوهم في اماكنهم لغاية لما المنصة تبدأ ان هي تتعاون. طيب هل ده كانت حاجة خاصة بالاسكندرية ولا بكل المحافظات؟ لا بكل المحافظات، مش ما كانش في مشكلة يعني، مش من عندنا احنا بس. لا 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 لا. طيب خليني اسأل حضرتك، المشكلة كانت كده في الاول، طيب اللي دخل بقى اللي دخل على المنصة وقدر ان هو يكون له مكان وجاوب وخلص، وبعد كده كان في تصريح السيد الوزير ان كل اللي حاول معرفش يدخل هياخد درجة كاملة. الدرجة كاملة. طيب الولاد اكيد اكيد، حضرتك طبعا معلم ودكتوراه وكده، اكيد الولاد سألوكي طب احنا ذاكرنا ذنبنا ايه؟ هو طبعا طبعا الولاد اللي دخلوا على المنصه وامتحنوا هم شايفين ان هم اكيد مش كلهم هيجيبوا 100%، في جزء هيجيب 100% في اقل وكده، فحاسين ان هم مش في مساواه مع اكرمهم. طبعا احنا بنقول لهم ان هو حقهم ما ضاعش، ان انا عندك 30% مقالي، 30% مقالي دي لو انت طالب متميز اكيد لما تتضاف على الالكتروني هتكون انت الافضل. تمام. اللي خد 100% ده كان السبب في تهدئه الوضع العام، ان تقريبا في نسبه كبيره من المدارس ما تمكنتش، فكانت الاهالي سايره وقلقانين على اولادهم ان هم دخلوا الامتحان وبالتالي ما قدروش ان هم يحلوا. فده كان يعني من قبل الوزاره، من قبل معالي الوزير طارق شوقي لتهدئه الوضع بالنسبه لمين؟ للطلاب. طيب ده في ماده، احنا عندنا مواد كتير لسه الحمد لله ما حصلش حاجه في هذا الحمد لله. يعني احنا جايين في مواد كثيره وجايين على ثالثه ثانوي،
احنا اخذنا استعداداتنا ازاي وايه هي التعليمات. انا عارفه انها سياسات عامه وان التربيه والتعليم في الاسكندريه بتنفذ، مش في الاسكندريه بس في كل المحافظات بتنفذ سياسات عامه. والحقيقه كان هناك رجل خلوق جدا جدا دكتور محمد سعد على راس هذا هذه المديريه، والان استاذه ناديه فتحي والدكتوره نجلاء وكلهم كلكم ناس افاضل بتنفذوا تعليمات او سياسات عامه. تمام، لكن هذه السياسات أليس في طياتها بعض الرحمة بالنسبة للأهالي وأولياء الأمور في ثقافة التغيير الجديدة في التعليم؟ هو بما لا شك فيه إن أي تغيير في الدنيا بيقابله دايما مقاومة وفي صعوبات احنا بنواجهها. اكيد السنه دي مختلفه عن السنين اللي فاتت. ذنبنا ايه؟ ذنب ولاد؟ انا ما عنديش ولاد في التعليم بس عشان يعني انا خلاص خلصت. لكن دايما ولي الامر بيقول لك في ظل الظروف الاقتصاديه والدروس والتوتر والبيت المشدود 24 ساعه والحياه دي، ولادنا ذنبهم ايه يا جماعه؟ هو الهدف الاساسي من التغيير ان احنا نرحم اولياء الامور من الدروس الخصوصيه. ده الهدف الاساسي. هي في ثقافه عند ولي الامر ان لازم الطالب ياخد درس خصوصي. المنهج الجديد بالمنظومه الجديده بالمنصات المصادر اللي موجوده على المنصات دي المفروض ان هي تغني الطالب عن الدروس الخصوصيه، وخصوصا ان الاسئله ما بقتش اسئله حفظ، ما بقتش تلقين، دي بتعتمد على الفهم والتفكير. الدروس الخصوصيه كانت بتعمل ايه في الولاد؟ بتحفظوا السؤال ده لما يجي بالطريقه الفلانيه تبقى اجابته كذا، بدون ما بعد ما يخلص السنه الدراسيه يفضل عنده ماده علميه. المفروض ان المناهج الجديده بالمنصات بالشغل اللي موجود دلوقتي الالكتروني والتابلت اللي مع الولاد ده، الهدف منه ان التعليم يفضل موجود مع الطالب بعد الامتحان، ومش الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نخش الامتحان ونحصل على درجه علشان نلتحق بجامعه ولا كليه. لا، دي المفروض تبقى ثقافه وتعليم. لا، لو كان ده لو كان ثقافه كمان في المجلس الاعلى للجامعات. لكن الحقيقه التغيير في ما قبل الجامعي، لكن الجامعي هو عنده تنسيق واحنا في مسابقه والثانويه العامه ما زالت مسابقه للدخول الجامعه، فما اقدرش اقول لاولادي اتعلموا خدوا ثقافه عامه. لا، لسه ما وصلناش لهذه المرحله. ما احنا ما وصلناش، بس لو حضرتك قارنتي ما بين مجاميع الثانويه العامه طبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل كده اللي كان 110 و105 وما بيدخلوش جامعه برضه، وبرضه ما بيخشوش جامعه، هتلاقي ان حصل فعلا فارق ما بينها. يعني التنسيق بتاع المركز الاعلى للجامعات اختلف ودرجاته قلت عن الاول نتيجه الايه؟ لدرجات برضه الولاد. هي برضه نسبه وتناسب. دكتوره نجلاء، سنه رابعه، ايه الاشكاليه اللي كانت في السنه الرابعه دي؟ وانا يعني ما كانش على ايامنا او على ايام ولادي السنه الرابعه فيها ازمه خالص. برضه ثقافه التغيير. ايه اللي متغير فيها؟ دمج المواد مع بعضها، ان هي ما بقتش الماده منفصله، بيتربطوا مع بعضهم، انشطه كتير، كذا امتحان. هم الولاد ما كانوش متعودين على الكلام ده، بس في النهايه نتيجه الترم الاولاني ممتازه جدا. كل التخوف اللي كانوا خايفين منه اولياء الامور بان الامتحانات صعبه وان ده كتير على الطلاب، نتيجه الولاد كويسه جدا، كلهم تقريبا جايبين ممتاز. يعني لما بنشوف النتيجه بنقول امال فين المشكله يا جماعه؟ اولياء الامور كانوا بيقولوا الدنيا صعبه وكلام من ده، بس في النهايه النتيجه ممتازه، الولاد كلهم كويسين. سياده الوزير برضو عمل حاجه جديده، الاكت الناس بالنسبه للتعليم. حضرتك مسؤوله عن التعليم العالي. مش الفني. لا، مش الفني. الدبلومات الخاصه اللي هي الامريكان والاي جي. هل تخصصك ولا لا. ده تعليم خاص مش كده؟ استاذه اميره جبر. انا كنت بس عايزه اسال على الاكت وقد ايه برضو عنده مشكله ثقافه التغيير هذه. اليس اجدى بنا انه يبقى احنا مؤهلين كمدرسين الاول لاستقبال ما يحدث الان؟ ما فيش اي حاجه حصلت في التغييرات اللي تمت دي الا كان معاها تدريبات للمعلمين. السنه دي كان في كميه او حزم برامج تدريبيه للمعلمين سواء الصف الرابع علشان ده كان منهج جديد. مع بدايه المنهج كان في تدريبات اونلاين، عقبها من عندنا من وزاره التربيه والتعليم تدريبات فيس تو فيس علشان برضو ان هم يتعودوا على
الماده العلميه اكتر. والترم الثاني مع المناهج الترم الثاني كان برضو فيه تدريبات فيس تو فيس، والماده التدريبيه بتيجي من قبل الوزاره وبنختار المدربين بتاعها بعنايه، وتقريبا جميع مدرسين سنه رابعه اتدربوا على المنهج الجديد. يعني ما بيحصلش تغيير الا ما بيكون معاه تدريب للمدرسين في جميع المواد الدراسيه، حتى الموجهين المواد والموجهين عموم المواد الدراسيه حصلوا على تدريب للمناهج الجديده ديت. طب هي الاجراءات التنفيذيه لاستقبال الثانويه العامه بقى انتوا بتبتدوا تعملوا ايه؟ هو طبعا الثانويه العامه هتكون اقل وطأة واقل مشاكل، يعني عشان هي ورقي بابل شيت، وطبعا الولاد جربوا البابل شيت من السنه اللي فاتت. كان فيها ازمه برضه؟ ما فيهاش ازمه والله ما فيها ازمه. الاسئله اختيار متعدد اسهل كتير من المقال. لا 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 عايزه انا امتحنت، انا امتحنت الجمله تبقي مذاكره كويس جدا جدا. بص على فكره يعني انا بتكلم يعني ده اصعب من المقال. بصي حضرتك انا بتكلم من منطلق ان انا يعني كفيات انا جدا ومن منطلق ان انا طول عمري تقريبا طالبه يعني حته ان انا الواحد بيذاكر وبيخش امتحانات دي مريت بيها كتير جدا. اخر مره ممتحنة في تمهيد الدكتوراه من 3-4 سنين كده. فانا بالنسبه لي الاختيار المتعدد اسهل كتير جدا من المقالي، اسهل كتير جدا من الحفظ، لان لما تقري وتفهمي هتقدري بسهوله تحلي الاختيار المتعدد. وبالنسبه للولد مش هيبقى صعب، لا اللي مذاكر مش اللي حافظ، اللي مذاكر اللي مذاكر اللي جرب الاختياري ده. الناس فاكره انها بتيجي كده، لا طبعا ده بيبقى الاجابات مقاربه لبعضها جدا. اذا كنتش فاهم كويس جدا جدا بتبقى فيها مشكله. هي اساسا اسئله الاختيار المتعدد لها معايير لوضعها، في معايير لوضع اسئله الاختيار المتعدد، يعني الصياغه بتاعتها لازم تكون كلها متقاربه من بعضها، الجمل تكون في نفس الطول، ما فيش واحده طويله وما فيش جمله اقصر منها، لها اكتر من معيار ان احنا نحط بيها الاسئله دي. طب في المدارس الثانويه العامه اتدربوا على مثل هذه الاجابات وطرق الحل وكده؟ طبعا اكيد ده طول السنه. حد بيبعت بيقول هو كان في دراسه اساسا عشان يتدربوا؟ كل حاجه موجوده على المنصه. بيقول لك ما كانش في اساسا دراسه والولاد ما يعني تعبوا جدا وما زالت الدروس الخصوصيه، احنا بنغير ازاي وحاجات كتير. يعني طب يعني حتى لو زي ما اللي كاتب الكلام دوت، هو الولاد في المقالي كانوا بيحضروا اساسا؟ يبقى لا هو لا. مجرد اعتراض لكل ما هو جديد فقط لا غير، مش اكتر منه. يعني الدنيا هتبقى افضل اكيد. طيب نشوف جهود وزاره الداخليه ونرجع مره تانية ونشوف بقى الثانويه العامه المدارس استعدت، تاني ثانوي هتخلص امتى، الدنيا هتمشي ازاي، الاجازه مدارس كتير جدا اخذت المصاريف من الولاد والعيال خلاص قعدوا. يعني طب كنتوا بتاخدوا مصاريف من الولاد ليه؟ وتحديدا الكيجي وسنه اولى والتعليم الخاص بقى، واهميه وجود دور قوي جدا في هذه المساله انه يبقى في اشراف. استاذه اميره جبر بتبذل جهد، ونتمنى ايضا مزيد من الجهود من لان المدارس الخاصه مش لوحدها، المدارس الخاصه داخل بوتقة وزارة التربية والتعليم. نشوف جهود وزارة الداخلية ونرجع مرة تانية دكتورة نجلاء هتقول لنا بقى تفاصيل الثانوية العامة. عدنا مشاهدينا الاعزاء مع الدكتوره نجلاء خليل، نجلاء سليم عشان انا غلطت في الاول فلازم نصلح، مدير عام التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم في مديريه الاسكندريه. خليني اقول لك بقى اهم الاستعدادات لاستقبال الثانويه العامه لاراحه قلوب كل المواطنين واولياء الامور والطلاب اللي بيشوفونا، و يعني حضرتك قولي وانا هقول لك في بعض الاعتذارات. يعني طبعا الاستعدادات اللجان بتاعتنا طبعا متاخد فيها جميع الاجراءات الاحترازيه، عدد اللجان زاد عن اللي موجود السنه اللي فاتت، كل سنه بنزود عدد اللجان على اساس ان طبعا اللجنه المفروض ان عدد الطلاب فيها ما يزيدش عن 14 طالب عشان يبقى في مسافات متباعده ما بين الاولاد وبعضهم. لسه عاملين الاجراءات الخاصه بكورونا؟ حتى الان موجوده الاجهزه التعقيم موجوده، البوابات طبعا هي بيتعمل لها صيانه قبل الامتحانات مباشره على اساس ان هي تكون كلها شغاله،
الادوات التعقيم، الكمامات، كل الحاجات دي السندات موجوده ان شاء الله، وزي اللي كان حاصل السنه اللي فاتت بالظبط. مفيش تاني يعني، هي نفس الاستعدادات. جميع المراحل التعليميه هتخلص امتحانات اخر العام هتكون امتى؟ هو احنا ان شاء الله يعني على اخر الاسبوع ده هيبقى رابعه وخمسه وسته واولى وثانيه اعدادي، النقل كله تقريبا هيكون منتهي. بدايه من الاسبوع الجاي امتحانات الاعداديه اللي هي من اول يوم 21 ان شاء الله، امتحان تالت اعدادي على مستوى المحافظه. بعد كده عندنا تلات ايام اللي هم 30/1 و30/1/6 لأولى وتانية ثانوي، للولاد اللي ما تمكنوش هيبقى امتحان مقالي. الوزارة كانت عاملة استعدادها لو حصل أي دروب يعني إن الولاد يمتحنوا مقالي. بداية الامتحانات الثانوية العامة إن شاء الله هتبقى 20/6 وهتنتهي 21/7 وهيتخللها العيد. حرام 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 والله. يعني رمضان والعيد والعيد يعني كانت اتضمت شويه تاني. ما هو علشان يبقى في بس فاصل ما بين الامتحانات وبعضها، وفي نفس الوقت العيد 7/7 على ما اعتقد الاجازه، العيد من 9/7 ل 12/7. والامتحان من هيبقى ان شاء الله من 20/6 ل 21. لكم الله لكم الله يا طلاب الثانويه العامه انتم واهاليكم يعني. طيب حد بيسال حضرتك النهارده في الامتحانات بتاعت اولى ثانوي، حد جاله الزايده وما قدرش يروح الامتحان، هتعملوا له ايه؟ ودخل المستشفى عمل عمليه. ما دخلش الامتحان؟ لا. طب ما احنا في عندنا الامتحانات اللي هي الفتره اللي هي من 30/1/6 وفي دور تاني. ما هو دور التاني ما بياخدش كل درجات. لا حضرتك طالما هو مثبت ان هو ما دخلش الامتحان ومستشفى معاه تقرير طبي بياخد الدرجه بتاعته كامله. لا ما بياخدش 50%. طيب حد بيسال بقى بيقولوا لحضرتك حتى لو ما كانش في مستشفى، كان في مستشفى خاصه، ما هو ازاي ده يبقى راح بسرعه يعني ما كانش في الطلب؟ لا حتى لو في الخاصة طبعا تقرير المستشفى الخاصة وبعد كده بيروح مستشفى الطلبة بيعتمدوا وتمام، ما فيش مشكلة فيه خالص. طيب النصيحة اللي بتوجهيها للطلب والطلاب تانية ثانوي عشان نخلص الدنيا بقى وثانوية عامة، هل ما فيش بعض الدروس الخاصة في المدارس بما ان السنة ما كانتش كاملة قوي يعني، ما فيش لقاءات في مجلس الأمناء يعني نطمن الناس؟ بس نطمن الناس السنة دي تعتبر يعني أول سنة من سنتين فاتوا، يعتبر العام الدراسي تقريبا كامل. احنا بقالنا سنتين العام الدراسي بناخد فيه اجازات بسبب كورونا وبسبب الجائحه اللي احنا كنا فيها، فالسنه دي تعتبر السنه كامله من اولها. ما حصلش الحمد لله ان احنا انقطعنا عن وجودنا داخل المدارس. ان شاء الله جميع الطلاب مش هيحصل معاهم مشكله عن طريق الامتحانات اللي هي اللي هي من 30/1/6. لاي طالب ممكن ان هو يكون ما تمكنش في دخول الامتحان عنده فرصه ثانيه ان هو يخش عن طريق الامتحان الورقي، وده هيبقى بالنسبه لهم فرصه طبعا كويسه جدا يعني. فالمفروض ان هم لما يخشوا الامتحان ما يبقوش قلقانين حته التمكن وعدم التمكن. ليه؟ لان هو كده كده حتى لو ما حصلش وما قدرش ان هو يدخل الامتحان، الفتره اللي هي من 30 دي هتبقى فرصه مناسبه له وهيخش امتحان ورقي، فده بالنسبه لهم افضل كتير يعني. مش داعي للقلق. طبعا المهندسه امال حسان مدير التعليم الفني يعني بتثني على الدكتوره نجلاء بشكل كبير جدا، واحنا بنقولك يا دكتوره امل انتوا مش مهندسه امل، انتوا عندكم في التعليم الفني عبء كبير جدا ونعول عليكم الكثير جدا في مساله التنميه، لان التعليم الفني اذا ظل بهذا الشكل مش هنقدر ابدا نكمل، لان في مدارس كثيره جدا فيها مشكلات. فبنتمنى من المهندسه امل انها تكون معنا قريبا تقول لنا عملوا ايه في التعليم الفني. نعم كتير والله، في مدارس كتيره تم افتتاحها. طبعا هي مدرسه الميه، لا النهضه المستقبليه للمدارس التعليم الفني، ان الاولاد يتجهوا للتعليم الفني اكتر من الثانويه العامه. فاحنا عندنا مدرسه وي موجوده، جي ار تي موجوده، في مدرسه الميه،
وفي جميع المحافظات في فروع جديدة للمدارس الفنية مختلفة عن زمان. ما بقاش بس التخصصات اللي موجودة عندنا في المدارس الفنية، لا بقى بتتعمل المدرسة بالتخصص بتاعها. فدي طبعا اتجاه جديد كويس جدا، ده على مستوى الجمهورية كله. نتمنى الحقيقه، نتمنى، لانه التعليم الفني في يعني محمد علي الزخرفيه تقريبا فيها مشكله يعني، لا يعني، وفي مدارس كانت المفترض انها تروح عسكريه. لا احنا لنا لقاء بقى اكيد مع استاذ باشمهندسه امل، هتبقى هي ملمه، وممكن كل المعلومات اللي وصلها لنا ما هياش بدقه اللي هي هتقوله يعني. بس في نقله نوعيه جامده في التعليم الفني. ايوه احلى نقله في الموضوع مدرسه المال. طبعا درست الميه يعني، انت بتتخرج انت ضامن 100% انك هتشتغل، لان هو في توأمه ما بين مرفق مياه الاسكندريه ووزاره التربيه والتعليم. تمام. فدي حاجه اكتر من رائعه يعني. ارقام الجلوس الثانويه العامه هيتسلموها امتى؟ لسه يعني قريب جدا ان شاء الله. الاعتذارات في الثانويه العامه، في الاعتذارات بالنسبه للمراقبين، المراقبين والملاحظين. هي طبعا اول ما بتطلع الاستمارات بتاعه المراقبين والملاحظين بيبقى في ايام محدده في اللجنه الاداريه لتلقي طلبات الاعتذار، وبتبقى بشروط محدده. وعلشان هم يقللوا تكدس المعلمين في موضوع الاعتذارات، بقى كل واحد جوه المحافظه بتاعته. كان في الاول كان كل الاعتذارات بتتجمع عندنا هنا في اسكندريه، على اساس ان كنترول الاسكندريه واللجنه الاداريه مختص بخمس محافظات، اسكندريه والبحيره وكفر الشيخ ومطروح والغربيه، فكان التكدس كله بيبقى عندنا جوه اسكندريه. فدلوقتي بقى بينتقلوا اللجان الاداريه داخل المحافظات علشان يتقبلوا اعتذارات المعلمين، وتبقى ايه الموضوع يعني. برضو احد المعلمين بيقول لحضرتك، هل مضطر ان انا عشان اعتذر معلمات بقى عن لجان الثانويه العامه ان انا اروح الكوميسيون الطبي، ولا يكفي تقرير طبي فقط؟ هو طبعا لازم يبقى من التامين الصحي. يعني بيقول لك تقرير طبي، هل لازم اروح الكوميسيون بقى ولا لا؟ لا، من التامين الصحي لو في تقرير بالتامين الصحي اوكي، بس ما يبقاش من مستشفى خاصه. بتعترفوا بالتقرير وما تقولوش روح كوميسيون او لجنه ثلاثيه او القصه دي. على حسب الدكتوره نجلاء بتضحك. على حسب الحاله بحضرتك يا ست، حضرتك ما بتشوفيش اللي احنا بنشوفه يعني. ممكن واحد يقول لك انا اسبوعي بيوجعني وعايز اعتذر يعني. لا، الاسبوع بيوجعه يروح الامتحانات مفيش مشكله، لكن اللي بعت تقريبا عنده حد اللي بعت واحده عندها تقرير طبي روماتويد، وعافاك عافانا الله وعافاك يا حبيبتي. انا اعلم جيدا ماساه الروماتويد. فلا الروماتويد صعب. لا لا دي اوكي مفيش مشكله يعني. وعلى فكره هو ممكن ما يظهرش في التحاليل ويظهر في الايد، الروماتويد بالذات يعني. ف شفاك الله وعافاك. اكيد طبعا فوق اعراض. حد بعد بيقول انه اعلنت وزاره التربيه والتعليم ان الصناعي الزراعي التجاري الفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقيه على مستوى الجمهوريه هتبدا في الدور الاول في الامتحانات التدريب العملي المعمليه يوم السبت 21/5. اوكي. وهتبدا الامتحانات اكيد بقى التحريريه للدبلومات الفنيه يوم السبت الموافق 28/5، وتنتهي يوم الخميس 9 يونيو. ويعني الاعداد على فكره متقدمين لاداء امتحانات الدبلومات، 830 الف طالب و753 طالب وطالبه بجميع يعني التخصصات بقى الفندقي وكده. عشان كده مهم جدا منى بقى ان شاء الله تجيب لنا الاستاذه امال حسان، عايزين نعرف مزيد من التفاصيل في هذه المساله. اخيرا حضرتك تحبي تقولي التوجيهات بالنسبه للطلاب، بالنسبه لاولياء الامور، بالنسبه لزملائك المدرسين. بالنسبه للطلاب واولياء الامور يعني احب ان انا اوجه لهم ان هم يهدوا، ياخدوا التعليم كمتعه، التعليم للتعلم مش التعليم للامتحانات والدرجات. ويا ريت اولياء الامور ما يحاسبوش الولاد ان هم لازم يكونوا جينيوس، ان هم لازم يجيبوا 100%. احنا على ايامنا ما كناش بنجيب، فيش حد فينا كان بيجيب 100%.
طبعا. والحمد لله الحمد أنا لله. انا كنت جايبه 83 ادبي، امي عملت لي فرح يعني 83 83 كانت قصه يعني. يعني كان اللي بيجيب 90 92 بيخش كليه الطب، فحته ان الاولياء والامور لا والثمانينات يعني احنا جيلنا كان ب 86 و87 ممكن يدخلوا صيدله واسنان و... فالثقافه اللي احنا وصلنا لها ان ابني لازم يكون متفوق ولو غلط غلطه اعاقبه العقاب الشديد ده، ده مش ثقافه صح خالص، مش مظبوطه. يعني لازم ان احنا يعني نهدى كده شويه كأولياء امور وما يعكسش ده على الطالب، لان ده بيخلي حالته يعني صعبه. هو فاكر ان هو لما يغلط غلطه ان هو كده قصر، لا كلنا لازم نغلط، المهم النتيجه النهائيه ان هو استفاد من اللي اتعلمه، ويعني النجاح في حد ذاته ده شيء كويس جدا. يعني بالنسبه لزمايلي المعلمين ربنا معاهم، احنا بنتعلم على طول، امتحانات امتحانات امتحانات. وبالنسبه لاولياء الطلبه بقى اللي اللي خايف دلوقتي ان هو هيدخل والنت هيروح ومش هيدخل على السيستم والحكايه والروايه، ما يقلقش والله يا جماعه. الحمد لله في عندنا 3 ايام امتحان ورقي لاي طالب ما تمكنش من الدخول للامتحان، فدي في حد ذاتها ثوره. لا الثانويه العامه اوريدي ما فيهاش الكترون، كلها بابل شيت، فدي ورقي، وان شاء الله تبقى الامتحانات سهله. طيب بصي اخر سؤال هساله لك، في ترند غير عادي لمدرسه احياء شفته؟ يعني انا ضد على فكره، انا مش مع الناس اللي بتهاجمها، هي قدرت تعمل من الماده حاجه تمسك في الاذهان او يكون فيها صوره ذهنيه للولاد. هو الكلام كله على انها بتاخد كام بتاخد كام بتاخد كام، مش عارفه انا لو انا مكان اي حد من المسؤولين والست دي عندها كل هذا الاقبال عليا، ان انا اشوف الظاهره هي ايه اللي عملته زياده عن المدرسين عشان يبقى عندها كل هذا الاقبال. هي طبعا وجودها على السوشيال ميديا وانتشار في الوقت ده هي حاجه مش طبيعيه، ممكن يكون نوع من انواع الشهره. شهره ايه ده مبهدلنا؟ مش عارفه اي شهره ده، كل شويه يحسبوا لها كام في كام في اي شهره. ما كانش حد يعرفها لغايه لما تم انتشارها على السوشيال ميديا بالطريقه الفظيعه. طبعا هي ليها اولاد وهم بيحضروا لها، بس مش كل مصر كلها عرفت اسمها بالبوتيجاردات اللي كانوا معاها، فده طبعا بالنسبه لها على فكره مش عارفه في يعني تهويل قوي. بوتيجاردات ايه ده؟ دول كانوا مشاركين في السكتش اللي هي بتعمله علشان توصل معلومه في السكتش. هي عامله زي مسرحيه صغيره كده باداء تمثيلي بتقدم فيها الاحياء. بس لكن مش بادي جاردات، انا ما اعرفهاش ومش لا هي مجرد ان احنا شفنا صورها. هو بس الموضوع احنا لازم نشوف اذا كانت هذه الوسيله وسيله توصيل المعلومه ليه ما نستخدمهاش؟ وسيلتها انها تستخدم العرض التمثيلي في مسرحه مناهج. اوريدي جميع الصفوف الدراسيه المناهج الدراسيه فيها مسرحه مناهج، وفي عندنا اشتركنا في مسابقات كتيره تبع التربيه المسرحيه في مسرحه مناهج وخدنا بيها مراكز جمهوريه، يعني ما عملتش حاجه جديده يعني. الكلام ده موجود عندنا جوه مدرستنا الحكوميه والخاصه كمان. دكتوره نجلاء، ماذا عن النشاط في التعليم؟ والله السنة دي اسكندرية محظوظة ان احنا مشاركين في مسابقات كتيرة جدا وخدنا فيها اول جمهوري وتاني وتالت جمهوري، يعني في التربية الرياضية لسه نتيجتها ظاهرة اللي هي الكشافة والمرشدات، واخدين 12 مركز على مستوى الجمهورية، لان هم عندهم زهرات وبراعم والاعدادي والثانوي والفني، فعلى مستوى كل المراحل واخدين جوائز. في التربيه الفنيه واخدين مراكز جمهوري، في التربيه الموسيقيه واخدين مراكز جمهوري. الحمد لله السنه اللي فاتت كانت غنيه بان احنا حصلنا على كثير من المسابقات الجمهوريه من الاول حتى الثالث الجمهوري. تربيه زراعيه واخدين درع تميز والمركز الاول برضو على مستوى الجمهوريه، يعني انا مش عايزه انسى حد من التوجيهات اللي عندي في الانشطه عشان ما يزعلوش، بس بامانه كلهم واخدين مراكز. ولو حضرتك حضرتي معانا معرض الانشطه اللي كان في كليه فيكتوريا، مش عارف حضرتك حضرتي ولا لا، كان معمول على الجمهوريه الجديده وكان في نماذج رائعه جدا من جميع التوجيهات يبين النشاط
اللي موجود داخل الادارات التعليميه وداخل مدارسنا، فالنشاط متواجد كل سنه حضرتك طيبه. عند راسي ان شاء الله يكون سعيد على كل الناس، ومحاوله جاده صادقه ان احنا نقول كل الاهالي في ظل الظروف الاقتصاديه الطاحنه اللي احنا فيها دي ما تخافوش، ربنا معاكم قبل كل حد. واعتقد انه في الاول في الاخر انتوا امهات وعندكم ولاد، فالمساله اكيد اكيد هتكون فيها شويه يسر ان شاء الله، خير وافضل ان شاء الله اكيد. وانا دايما بقول والله يا ولاد ما فيش حاجه تيجي كده، نانسي عجرم بتقول ما فيش حاجه تيجي كده، وانا بقول لكم لن يضيع جهدكم ابدا، ربنا عارف مين اللي ذاكر ومين اللي ما ذاكرش، ومساله الحظ دي لا تعولوا عليها، في 30 درجه مقالي هتاخدوا بالكم منها، وذاكروا وسيبوها على الله. مش كل حد طبيب دخل طب يعني كان ناجح، ولا كل مدرس، ولا كل اعلامي، ولا كل مهندس، سيبها على الله، ويا باقي استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي انا صبري.